كتب خلاص شايلين نتيجتنا القصة. الميز العسكري ما عنده أي حل غير إنه يسلم هذه السلطة إلى سلطة مدنية. مصرفيين من بنك الخرطوم مضامين الليلة مع أخواننا الشهداء وأخواننا المعتصمين. أيضا ليس لدينا أي سلاح آخر سوى هذا السلاح المدني، وحنستمر فيه ونمشي في خطوات في اتجاه الإضراب الشامل والعصيان المدني المفتوح حتى تحقيق مطالبنا بنقل السلطة إلى سلطة مدنية، وليس لدينا شيء غير ذلك.